أنا لونا. اليوم لعبتنا سبوي سيرف تحديث محطة الفضاء بشخصية إيمي 2021. يلا نبدأ. أبدأ للعبة. شوفوا تحديث الفضاء. أول شي راح نجمع الذهب. واو راح نقمز عالي. شنو فوق؟ عندنا مغناطيس. راح أخذه. نزلنا من فوق. هنشوف شو راح يطلع لنا. بلكي تطلع عليها طيارة. جمعت 100 أصدقاء. رابط تحميل اللعبة أسفل هذا الفيديو. ولا تنسون تخلون اللايكات. شنو عندنا هنا؟ مسرع النقاط. راح أخذه. خل أنزل وأقمز. صدمت شوي في الصوت. سمعتوا الموسيقى؟ موسيقى الفضاء. واو طيارة. ياس حصلت أول طيارة. راح أجمع 300. جمعت 300. راح تخلص الطيارة بعد شوية. واو حصلنهم 400. جمعت زين. عندنا هاي. خلنا ناخذها. والله شو حيطلع لنا؟ هاي قمصتين. تقمص مرتين تقمص شنقة فاتيش. استخدمت مزلجة يا أصدقائي. واو طيارة. يس واو جمعت 500. راح أوصل 1000 بعد 500 ثانية. أوكي لونا صير بطلة. هنجمع كمان. هسه 700. واو بعدين 300. خسرت الطيارة. كان اليوم عندي حظ بالطيارة. راح احصل كومو يمكن. قفص اخذته. جمعت 900 اصدقاء بعد ال 100 واصل 1000. طيارة. يس حلو راح نوصل 1000. ما بقى لنا شيء. واو وصلت. الله وصلت 1000. راح تخلص الطيارة يا اصدقاء وراح ننزل. نزلنا من الطيارة. واو عندنا قفاز. استخدمت مزلجة وياه. اخذت هم هاي. شنو حصلنا اللي خلي الذهب 2؟ يمكن بس هو شكله مو 2. فهمت. من ناخذ وحدة راح يعطينا 2. هيج حصلت مغناطيس. واو 1400. زين جمعت كومو. راح نقمص فوق القطارات. وعندنا هنا المغناطيس. استخدمت مزلجة. واو شفت ذاك المكان كله لون بنفسجي واسود. أصدقائي راح نصل 2000. لا يلا عادي عادي. واو طيارة اجت بوقتها.
الله على الطيارة. رح نوصل 2000 بالتأكيد. 1900 رح نوصل 2000. 2000 ياس. بلكت أوصلها 3000. نشوف. خلصت الطيارة ونزلنا جوا. وهم استخدمت لها مزاجة على من ما أخسر. أوه هذه هم اللي ناخذ عملة واحدة رح تصير 2. عملة متعالية عندنا قفاز ومزلجة بنفس الوقت رح تخلص. خلصت المزلجة شوي واستخدم. واو طيارة طيارة. 2300 هسه وراح نجمع اكثر. واو 2400 راح نوصل كوما. خلصت الطيارة. راح استخدم مزلجة مغناطيس. واو اللعبة صارت سريعة أصدقائي. راح نوصل 3000. حتى هنا نقفز. بدك تطلع لي هنا طيارة. شنو عندنا؟ قفاز عبال طيارة. ها هذا اللي نبغاه. طيارة 2800 رح نصل 3000 اكيد. وصلنا 3000. واو جمعت كامل. خلصت الطيارة ونزلنا. راح أدمج. شنو عندنا هنا؟ قفاز مرة ثانية. خلنا نقمص فوق القطارات. جمعت يا أصدقاء 3200. حصلت هاي؟ هاي من قفزتين. قفزتين صح. خسرت. إذا عجبتكم هاللعبة خلوا لايك ومع السلامة.